اليوم راح اشرح شلون راح اسوي لنا صف للجنة الامتحانية، وشون استمارة الحضور توصل للطلاب، وشون تشوف الحضور وتسوي تايم ليميت حيث حد زمني حيث وراها بعد الطالب ما يقدر يسجل اسمه. نبدي بأول شيء نروح كل ان شاء الله. طبعا احنا هسه حسب التعليمات يقول لك اختيار المنصة الملائمة، وعلى الاغلب لان الطلاب ولا نص سنة قعدوا على الاكثر على جوجل كلاس روم، ولو هي نزلت بعدين انه ادموندو، بس شنو اسد على الغالبية شلون يطبقون يطبقون على جوجل كلاس روم. اجيت هنا او تكتب هنا جوجل كلاس روم، كلاس روم طبعا عندي بالثاني زين، تجي منا او تجي منا من هالمربعات وتنزل على الجوجل كلاس روم. طبعا نسوي من خلال جوجل سيرش راح ما يدزك قبل مباشرة على جوجل كلاس روم، لازم بعدين. هسه انا سفت عندي هذول الصفوف مالتي اللي داخل بيها كطالب، مرات بيها لانه هذول اثنين مثلا كطالب طالب، بس هذول هو انا مؤسسها كتيتشر او كمدرس. جيت هنا اسوي لي كرييت كلاس اي ريد، يعني عنده شروط، احنا على الاغلب سوينا شروط. الكلاس نيم نقول سوي لكل مرحلة كلاس روم خاص بي، او تريد لكل مادة تسوي لك كلاس روم خاص بي. هساني راح اسوي لكل مادة كلاس روم خاص بي، وبعدين اقول لك يا انطيك الفكرة اذا تريد تسوي فد كلاس روم وتخلي الطلاب يطبون على هالمادة بعدين لازم تطلعهم، راح نجي على ذاك. هسا النيم لازم هذا مطلوب من عندك اللجنة الامتحانية بالعربي، الامتحانية زين، المرحلة مثلا المرحلة الثانية تمام، المادة الميكانيك او عفوا مرحلة ثانية الرياضيات الميكانيك اللي بالاول روم سيكشن سبجكت، تقدر تسوي هنا رياضيات. على الاغلب انا دائما افضل انه دائما يبدي بالبداية كل المعلومات موجودة، لانه هنا راح تطلع اول شيء اول سطر كل هالمعلومات كريت. هاي يعتمد على خط الانترنت مالك، زين سريع تصير، مو زين شوي يطول من عندك. كرييتنج بعد بدنا ننتظر ياسس لنا هذا او يولد هذا الصف. طلع لي اللجنه الامتحانيه، شوف هذا الكود، هذا الكود راح اسجله كوبي زين وارسله للطلاب. شوف شن انت شلون ترسله خلال الايميل، ايميل مال طلاب كل اللي يمتحنون عندك يمك، الايميلات مال الطلاب اللي يمتحنون هذا المادة تدز على الايميلات مالتهم، او انت مسوي لك جروب يوم معين، لان لازم جروب يعني لانه هذا اليوز او هذا الكود لازم ما يروح على غير طالب، بس الطالب المحدد فقط. كوبي سويت تمام، اجيت هنا اريد اسوي الحضور، اجي هنا شوف هنا عندك الستريم، هنا الكلاس ورك، هنا الواجبات، يعني انت حتى باللغة العربية راح يجي لك راح تصير الواجب، والله هي كلاس ورك الواجبات تجي، وهنا البيبل هو اللي موجود عندك الطلاب اللي يجون على هذا الكلاس، راح يطلع لك هنا بالبيبل انت التيتشر، هذا شايف فخرتين الستودنت راح يطلع لنا. طبعا انت تقدر تضيف الطلاب منه، تعرف الايميل مالته بس تدوس، تعرف الايميل مالته منه اذا تدوس على ايميل معين. خلي اشوف انا هسه عندي ايميل اخر، ايميل مال طالب، هسه راح اسوي له انفيتيشن، هذا الطالب ستودنت
gmail.com لقاليا اللي تشوفها هذا الستودنت يعني يطلع لك ويدور ما لقيته سوي الكود وطيه اساني دزيت له هذا الانفيتيشن يعني يجي هنا هسه انا عندي على غير متصفح انا دا اسوي كانه اني طالب هسه هذا رحت على المايكروسوفت ايج جيت هنا اسوي وين اروح على الجوجل اريد اشيكه لانه انت دائما اسوي له ساين ان طبيت فعندي هذا الايميل اجيت الباسورد حافظه اذا ما حافظه انت يعني حتى لو نرجع الايميل مالك ما موجود راح تسوي لي كيال من هالسوالف وتكتب ات ما ادري شنو تجينا هني نقول @gmail.com احنا نفضل دائما جيميل ابتعد عن هني نقول هي الدارج كله جيميل يعني الياهو ما بقى سابقا كان الهوت ميل ما بقى يعني انت هسه الدارج هي شنو عندك جيميل ولو مر لي طالب مره لانه هو ماخذ له ابل مستعمل ما ادري شنو كان عنده جيميل او مو جيميل ايميل روسي كان سواني مشكله بجوجل كلاس روم المهم هسه انا عندي هذا الايميل الباسورد موجود انت تقدر تكتب الباسورد انا بس ما احفظ لين وطاب بيها نيكست طبيت هنا واروح على الجيميل مالتي قبل الامتحان بنص ساعه انت راح تسويها يقول لك تمبريري طبعا هذا شو وقت يصير اذا صار لك تمبريري هذا عندك الانترنت مالك تعبان او مو ضعيف شوي راح اجينا بعد الايميل ما جاي اذا على هيجي خلينا نشوف بالدرافت جاي لو لا او بالسبان اذا نشوف هنا ما نجح انه يدز له انفيتيشن اذا هذا اكتشفنا انا سبب الفيديو ان الانفيتيشن صح تجي انا جاي لي انفيتيشن بس انا هسه دا اقول لا تسوي انفيتيشن سوي له الكود شوف انت بالفايبر مسوي له اياه او ما اعرف دايركتلي ارسلها بالكود على الايميل مالته يعني هسه انا اجي اقول لك يا جيت هنا اقول له اروح على خلينا نقول الجيميل مالتي وين الجيميل او خليه يطب على جوجل اسف اطب على الجيميل مالتي من الجيميل مالتي راح ارسل له مباشرة خلينا نشوف اجيت كومبوست عندك ارسال هذا يقول لك اذا تريد الجيميل يسوي لك اياه نوتيفيكيشن على البراوزر مالك يعني طعبه وعد تشوف انه هي الخط يعتمد على الخط مالك صدفة هسه الخط مالتي ضعيف شوية بعد اذا انتظر باوع انا تو راح اكتب كاونت gmail.com زين راح اكتب كود بالعربي امتحان مادة الميكانيك ميكانيك اسف زين وجينا الكود اللي مسوي له سيف سنت مسج سنت يعني صارت اسيستنت هسه راح اطلع منها زين اروح هنا اشوف ايش قد يطول حتى نعرف تشوف بعدني ما جاي فانت لازم تاخذ باحتياطاتك ايش قد يتاخر الايميل اذا
راح شوف راح اسوي له ريفرش مره ثانيه. يعني لحد الان بعدني لا الانفيتيشن واصل ولا الايميل مالتي واصل، جوز لانه هذا الاكونت جديد، جوز لانه انا هسه فتحت هذا الاكونت حتى اشوف اياه شلون دا اسوي. المهم ما صارت اروح، يعني هسه هذا عندي اختيار اخر، ما صارت اروح هنا بالاختيارات او عندي الاوبشنات او الابس او الابلكيشن مالت الجوجل، اروح على الجوجل كلاس روم، من جوجل كلاس روم طبيت يقول لك يا انت اذا راح تطب فيتش اكونت، اقول له طبعا هذا اكيد. وقبل هنا اجيت هنا جوين، طبعا الجوين انت تنضم الى صف او الكرييت، يعني اذا للتيشر تسوي لك او انت كطلاب تقدرون تسوون لكم صف تشتركون بيه بيناتكم. هنا راح اطب الكود الجوين، انضميت على لجنة امتحانية مرحلة ثالثة. هذا دي يقول لك يا كرييت بوست شلون تسوي ميزات ال خلينا نقول الصف، لان دائما جوجل من تفتح له شيء جديد راح يجي لك يا ميزات. طبعا هذا الصورة التيتشر هو اللي يختاره، يعني انا من سويت انشيت الصف الجوجل هو اللي شنو عندي بروح طلع لي اني هذا الستودنت طالع زين، والايميل مالته اقدر اسوي له منه ايميل مباشرة على هذا الستودنت. طبعا اروح ارجع على نفس الستريم اللي هي الواجهة الرئيسية، انت الثيم مالته منها تقدر تغير لك اياه شلون تريد تسويها، يطلع لك انجليش هيستوري منها تختار، واختار اول واحد تختار من عنده اشكال الثيمات. مهم راح نجي انت كمدرس، طبعا انا سويت لك كمدرس وكطالب شلون دي يشوف خلينا نقول الصف مالتك شلون دي يطبع. هسه راح اجي على كلاس وورك وشي راح اسوي كرييت اسايمنت او كويشن. هنا هو دي يقول لك اسايمن وورك تو يور كلاس هير، راح اسوي له كرييت منه. جيت عندي مجموعه انواع، بس احنا عندنا لاستماره الحضور راح نسوي له اسايمنت. من الاسايمنت تريد تسويها لينك، هنا راح اسوي لك اياه اد من وين تريد، احنا نريد نوصل الى اللينك. باو هنا اللينك هذا اللي راح نخليه بي خلينا نقول عفوا هنا الاد، نضيف له هنا اللينك، هنا راح نضيف له اللينك، اسف دشيت على اللينك، هنا راح نضيف اللينك مالتل خلينا نقول الحضور. راح اجي هنا هسه شلون راح اسوي الحضور، راح نسويها الحضور من الجوجل فورم، راح اجي اكتب هنا جوجل عفوا بالعربي راح اكتب الجوجل فورمز، راح اجي الجوجل فورمز اجي منها اطب له اياه، يقول تريد تطب منه او منه، لانه يعني اكو باو هذا مال بزنس، هذا مال خلينا نقول الشركات والجامعات، هنا البيرسون احنا عندنا تقدر تطب انت من البزنس وتقدر انا لانه طاب البيرسونال مالتي الايميل البيرسونال مالتي فراح اطب على البيرسون، بينما انت اذا طاب بالايميل الجامعي مالتك راح تطب على منا. راح اجي جوجل فورم، هنا يقول لك اختار الانواع، راح يطلع لك هنا انواع الريسنت. طبعا من هسه شلون هنا مسوي لك سابقا شو مسويها لانه صايلي من 2017 يعني سنتين على ثلاث سنوات انا اشتغل جوجل فورم، فكل هالايميلات يعني كل هالفورمات اللي انا يعني مسويها موجودة هنا. راح اجي على البلانك زين، بديت هنا راح نجي اول شيء على هذا راح اكتب عليه عفوا اسف استمارة الحضور لي خلينا نقول الطلاب المؤجلين.
يعني انت تريد تسوي استماره، يعني انت خلينا نقول الممتحنين تريد تسوي دور اول دور ثاني، هسه هذا الصدفه انه انا دا اسويها للمؤجلين كذي زين، والماده هم تقدر تكتبها هنا او تريد تخليها بعام بعدين تقدر تستخدم هذا خلينا نقول فمهم انت براحتك زين، هنا تريد تكتب الماده ديسكريبشن شنو ماده الميكانيك قلنا الثاني رياضيات خلي يقول تمام زين مادة الرياضيات جيت هنا باوع هنا قبل ما تطب عليه شيء تروح على هذا السيتينج او هذا عجل شو يقول لك يا كولكتي هذا دائما مفعل ليش شنو يعني اني لازم هو يطب بالجيميل مالته يلا يقدر يجاوب واذا ما تفعل هذا يقدر هو بس يجاوب اي اسم معين بينما هنا يفرض عليه طبعا الايميل مالته فدائما انت هذا مفعل ودائما شوف حط لي اياه edit after submit هذا انا مفضل بيه لانه مرات يكتبها بغلط يجوز يكتب اسمه غلط سوى سبت وبعدين فكر مهم احنا راح نخليه بعدين تايم ليميت بحيث هو حتى لو غلط يعني حتى لو راد يعيد ماشي مهم هي خلينا نقول 5 دقائق عنده فتره تسجيل الحضور لان حسب التعليمات اللي جتي ما دراسات عليه يقول لك قبل الامتحان 5 دقائق يجي سجل الحضور وراه راح ينقفل انت بعد براحتك تريد بعد بالامتحان 5 دقائق هم تنطي يعني تاخر او تريد 10 دقائق مهم انت لازم اكو تايم ليميت انت تعرفه او متفق ويا الاعضاء مالت اللجنه مهم هذا انا دائما اسويه edit after submit لانه صار لفت مشكله وما شايف شيء زين limit one response طيب يعني ماكو غير واحد يسوي له هم واحد يسوي 2 ريسبونس يعني واحد يسجل اسمه وبعدين هم يقول له لا انا هم اسجل مع صديقي راح اسجل غير واحد مو هسه تسوي له ليميت على ريسبونس واحد اجيت سيف يعني هذا من وين طبينا منه وده يقول لك يا سيتنج طبعا هذا جول ان ماسك كبرته حتى شنو يكون شوف هنا هذا السيتنج موجود زين اجيت هنا الايميل مطلوب تمام لولا هنا راح يجي على الاستماره شوف اجيت هنا فتح لي اياه هنا تكتب الاسم احنا نريد الاسم مالته الاسم الرباعي انا افضل الرباعي لانه بالداتا شيت راح رباعي العفو ولازم تكتب له اياها باللغه العربيه زين هنا راح تختار الجواب مالته شنو شورت انسر هو يكتب لك اياه طبعا هنا جيت هنا انزل شويه ريكواير يعني شنو ريكواير يعني مطلوب اذا ما يسجلها ما راح يروح خلينا نقول المعلومات مالت الطالب الك وما يقبلها فمجبور الطالب لازم يجاوب على هيك شيء او يجاوب على هذا الفقره حتى تمشي او يمشي او تروح المعلومات للمدرس جيت له بعد اريد هل طبعا انت تعرف القسم بس احنا بدنا نقول اذا تريد تضيف شيء القسم مثلا زين طبعا هنا القسم تقدر هنا تسوي له تفرض له اياه يعني دروب داون تسوي له اياه وحده هنا مثلا دروب مالته شنو هي بس قسم واحد هي قسم ويجي هندسه مثلا سندا اشتغل بقسم هندسه التقنيات التبريد والتكييف زين هذا ريكواير يعني هسه من راح يجي على الطالب كانه دروب شنو يعني فد خلينا نقول فد فقره من الفقره كوبي اسهم من هالسهم الدوسه يطلع لك اوبشن اختيار واحد هي بس هي قسم هندسه التقنيه طبعا ليش اذا صارت بعد اختيار يعني هسه انت واحد مثلا مسؤول عن قسمين فتقدر تضيف له قسم ثاني اللي هنا اد اوبشن تضيف له قسم ثاني فهو يختار بين هذا القسمين زين اجينا هنا ليش دا اسوي حتى مو كل طالب يسوي له يا تقنيات تبريد تكييف هندسه تبريد تكييف بس يكتب قسم التبريد هنا حددتها حتى لكل الطلاب يكتب شنو نفس او عنده نفس الكلام او الكلمات راح اضيف سنة جديد الزائد راح يضيف لي بعد اختيار اذا اريد من عنده المرحله احنا قلنا المرحله ماكو بس انت اذا ما مكاتب فوق المرحلة راح اكتب المرحلة زين المرحلة راح اسوي لهم multiple choice ما اسوي لهم هم تريد دروب حتى
تريد تسوي شو اسمه شورت انسر ما عندي اشكال، بس انا افضل دائما تسوي له دروب حتى الطالب بس هو يطلع هذا. هسه الاوبشن الاول شنو هي؟ راح اقول انه المرحله الاولى، خلينا نقول المرحله هسه اسوي له مرحله، انا ليش راح اسويها اثنين حتى تعرف من اروح كطالب شنو يطلع لي. مثلا الاولى زين اسوي له اوبشن لا، خلينا نقول المرحله الثانيه انت انا عليك اقول لك يا سوي له واحد، حتى لانه مرات تجي لك طالب يعني هو تخربط ما دي عروف. الثاني كتبناه صحيح، الثانيه وتريد تسويها ثالثه ما يهم، بس شنو هم ريكوارد لا تنسى ريكوارد. شوف شلون ده يطلع هنا عندك، راح يطلع عندك هذا النجمه الحمراء يعني شنو مجبور يجاوب. زين وراش راح تصير احنا مو هسه دي يصير اللجنه الامتحانيه للصباحي والمسائي مشترك. زين راح اضيف هنا شنو عندك الدراسة، الدراسة راح اسوي لها هم دروب. تريد تسويها انسر بس انا دائما اقول اسوي لها دروب احسن. الدراسة راح اكتب هنا الاوبشن الاول الصباحية، زين الاوبشن الثاني المسائية، تمام لولا اسر كوار. زين اجيت تريد تسوي له لون كيفك انت، هنا طبعا تقدر تغير اللون. انا هسه راح اسوي برتقال، خلينا نشوف الورا شلون صارت. هنا تقدر تشتغل، هنا تريد هسه تسوي لك فد تشوز ايمج يعني تغير الشكل مالته شلون راح تصير براحتك انت. يعني انا حطيت هسه اول واحد، طلع لي الاول واحد هنا انسيرت، يقول لك دخلها نشوف ايش راح تصير. هنا راح تطلع الصوره، هاي يعتمد على الخط الانترنت، هو راح يطلع هنا الصوره مالتك. تريد على كل امتحان وتريد ما تخليها، زين تشوف شلون دا يصير. زين جيت تخلي هنا هذا البريفيو مالتك راح يطلع، وهنا قلنا الالوان مالته. راح نجي على سيتنج، قلنا فرضنا عليه بدايه قبل ما اسوي اي معلومات تطلب من عنده دائما كولكت ايميل، هو حتى تفرض يجي البرزنتيشن. هنا هو من يقول لك يا الريسبونس مالته من يخلص ويسوي سبمت او يرفع المعلومات مالته، ضيف له تم هنا حتى يوصل له كونفرميشن، يعني يوصل له الكونفرميشن او رساله التاكيد انه تم الاستلام المعلومات. راح اكتب له اياها بالعربي، طبعا خلينا نجي هنا خلينا نشوف هو بالانجليزي شوف هو ايش قايل لك. هنا طبعا كان موجود هنا يعني منطق فد مثال، انا يعني بس لانه جيت هنا فراحت المثال شلون يعني بالانجليزي المثال انه شلون تكتب الكونفرميشن راح تمه. خلينا نقول طبعا اسف طلعت المثال انا مسحتها منه. شوف هنا يور ريسبونس هاز بين ريكورد، يعني شنو عندك الريسبونس او الاجابه مالتك او الرد مالك تم تسجيله، بس راح اسويها بالعربي. تم استلام المعلومات او تريد معلومات الحضور. زين الكوز احنا نسام ما عندنا شغل، هذا مو كوز، هذا جنرال. زين بعد اكو خلينا ننزل بعد اذا اكو شيء ماكو شيء. طبعا هنا اقول لك هنا يقول لك ريسبونس ريسبشن، يعني شنو عندك يعني انت تجمع الايميل مالته المعلومات تروح له وهم تروح للمدرس، يعني هسه هذا المعلومات تجي يمي بس يقول لك يا الريسبونس هم يستلم هالمعلومات. انا دائما اقول انه من سجل خليه يروح يمه حتى يعرف انه المعلومات واصله يمه وواصله يمي، فدائما اسوي له الريسبونس هم ياخذ له ريسيبس، يعني شنو عندك يعني كانه وصل استلام. خلينا نقول هو ده يقول اذا خلينا نقول الممتحن او اذا طلب ريكوستد، بس يعني دائما انا دائما افضل اولويز يسوي. طبعا سويت له سيف. زين هسه راح ايش راح اسوي له هذا الاستماره الحضور، انا اريد اسويها اخليه خلينا نقول بالجوجل كلاس. راح اجي اقول على السند
شوف هنا يقول لك بالايميل توصل لي اياه. المهم هنا شنو احنا نريده؟ رابط ينزل بجوجل كلاس روم. الرابط دائما هذا رابط كله يعني كلش طويل، يعني انت دائما سوي له شورت رن شورت بعد سوى لك اياه، سوى قصرها لك الايميل وسوي لي كوبي تمام. واجي هنا تريد منها كوبي او منها كوبي، مهم سويت لك كوبي. اجيت هنا من اسوي ليش اقول لك اياه من الان اسوي لك اياه. طعاني بعدني ما اريد اسويها كوبي، ليش؟ لانه ارجع عليه اريد اسوي له تايم ليميت، يعني بحيث احنا قلنا للامتحان قبل الامتحان خمس دراسات عليا يقول لك هذا الخمس امتحان خمس دقائق قبل الامتحان حسب التعليم اللي حسب ما افتهمته قبل الامتحان لازم الحضور موجود زين حتى يتاكد انه كل موجودين لو لا، حتى اذا صارت مشكله يتصل او شلون يعني يوصلون الطالب حتى يطب الامتحان زين. اني هسه لا اريد اسوي لي تايم ليميت، قلنا راح اجي هنا هذا ثلاث نقاط، ثلاث نقاط تروح على شنو عندك؟ الادونز. الادونز هي بالعربي يعني الاضافات اللي راح تضيفها على هذا الفورم، ودائما نفضل هذا الادون حتى شنو الرابط مو يستمر ويستلم يستلم يستلم، انت بس هذا اليوم وتريده خلال هذا الخمس دقائق او خلال امتحان العشر دقائق الاولى الطالب هو يسويها او يسجل المعلومات. راح ادوس الادونز هم يعتمد على خط الانترنت، نصبر حتى يفتح لنا الادونز. شوف هنا بعد المعلومات لا اصبر عليه شوية تأخر. اجي اسف على التأخير، انا هو شركة الانترنت هو السبب ما تمو يمي. شوف هنا من تفتحه يطلع لك هذا ثاني واحد هنا، وحتى لو ما تعرف تكتب هنا فورم ليميتر، يعني ليميتر الحد مالته فورم هنا الاخو فورم الاخو دا اسويها بالانجليزي فورم ليميتر، حتى هنا اول واحد يطلع ليميتر. راح اجي تيجي راح اضيفها ادوس عليه يقول لك انستال، سويت له انستال كونتينيو. طبعا هذا راح ياخذ كل المعلومات، هي هذا بالخارج ما يفضلونك يعني شخصيا كل المعلومات لانه حساب البنك مالتك كل شيء مرتبط ويا هذا الايميل، يعني ايش تتوقع باكر راح اذا قرصن هذا الادونز راح تتورط به. بس يعني شنو هسه من لا تاره خلينا نقول سوى شوف المعلومات مالتك يدخل بالجوجل درايف مالتك سي يدخل كل السبريد شيت مالتك، يعني شنو عندك معلومات مسويه لك اكسل مالك كونكت تو اكسترنال ديفايس سنت ايميل از يو، يعني يرسل ايميلات مثلك يعني كانه هو يعني اذا خلاص. مهم احنا هسه شو تسويها ما عندك غير شيء، ولو عندي اوبشن لا بس انا افضل هذا حتى بالضبط ينسد، لانه ثاني اوبشن يقدر يتجاوزها الطالب ويسجل اسمه. هسه نصبر دا يسوي له داونلودينج دان. شوف شنو يطلع لك هنا، يطلع لك هذا خلينا نقول الشاشة الصغيرة على الصفحة اليمنى مالت خلينا نقول الشاشة مالتك، راح اسدها حتى اقول لك يا شلون تسويها. سديتها جيت احنا على هذا التايم، راح اجي هنا شوف هنا هذا من سويت الداونلود ضاف على هذول الثلاثة الاساسية، ضاف لك هذا الايكونة اللي مكتوب جوا الادونز دست عليه فورم ليميتر راح يجي لك هيك. مرات شوف يعني انا شايف صاير مرات هذا الجزء ما يطلع من عندك، يعني يطلع بس هذول حتى لو تدوسه ما يطلع شيء، فايش تسوي؟ ري انستال، يعني تسوي له انستال وبعدين ري انستال. راح شلون تسوي ري انستال؟ هيك طلع لك هذا ما موجود. جيت هنا راح اجي على هذا
ما تطلع تجي منا تروح على أدونز، لأنه أنا مر علي أي شيء مشكلة. زين يجي مكتوب لك يا انستال، تجي على ثلاث نقاط شو راح تسوي له يا انستال، وبعدين يعني تسوي له أول انستال وبعدين هم ترجع تسوي له انستال أو نصب جديد. هسه هذا ما علينا بيه، ما نريد نسويه، بس أنا دا أقول لك هي هيك مشكلة شايفها أنا. سد هذا اجيت هنا فورم ليميتر هبوع، هسه قدامك طلع لي تشوفه شلون سد علي. فش راح اسويها حتى تشوف، لان هسه تقول لي ليش يمك طلع ويمي ما طلع. اجيت هنا هسه تبين انستال، انستال اب صارت انستال. هسه اروح عليه مره ثانيه انستال سوي كونتينيو، هم راح يقول لك المعلومات مالتك، راح اسوي الاكونت مالتك. هي انت من تسوي اب يعني هذول هي تجارات، يعني انت الايميل مالك ينباع، يعني ما تدري احنا لانه ما عندنا مثلا اي باي امازون ما موجود، بس شنو ايميلات مالتك يباع بالخارج، يعني يجوز مرات واحد بالتليفون يخابرك او يدز لك ايميل شخص غريب يقول لك عندنا هيجي منتوج يباع. بس هنا ما عندنا اشكال بالعراق، ماكو هيجي خدمه اونلاين. مو مس هذا يفتح هم داونلود يسوي، ولازم حتى تعرف انه تنصب يطلع هذا الضن. طبعا هسه هم راح يطلع لي منه هذا الشاشه اللي تشوفه، هم راح اسدها لانه اريد اسد هذا. جيت هنا سديت، جيت هنا الادون ظهر لي تشوفه شلون طلع لي السيت ليمت، طلع جيت السيت ليمت زين طلع لي اني هسه ثلاثة الاربع دقائق راح اسوي له طبعا هذا الليمت تايب، يقول لك شنو ديت، يعني عندك التاريخ، تريد عدد الريسبونس، يعني اكو مثلا اذا تسوي فد سيشن او فد صف الطبي يعني ازيد من المية لا تاخذ لا تقبل احد، انت بس اريد 100 مستمع يطب على على هذا الفورم يجاوب لي المعلومات، او تسوي يعني مثلا عدد محدد يطبون على هذا الاستمارة مال الحضور. بس احنا يمنا سديت حتى نسده. انا دائما هسه الامتحان فرضا راح يبدي، او انا هسه يمي قلنا ثلاثة الا ثلاث دقائق هسه صارت، انا ما يمني اسوي اقول لك يا مثلا ثلاثة وخمس دقائق حتى نشوف الطالب منك شلون راح تسويها. هسه اليوم 9 بالشهر زين، التاريخ او الوقت راح اسويها مثلا سوده يقول لك 1 اي ام، لا احنا 1 اي ام يعني وحده الصبح، تريد منا احنا نسويها 3 البي ام هنا زين، هنا الوقت انا اريد اسويها اسيتها خلينا نقول 5 دقائق، ورا 5 دقائق راح تنسد، خلينا نقول يعني 3 و5 تنسد هذا الفورم. شوف هنا من دست الخمسة يلا طلعنا، او انت تجي هنا تقدر انت من يمك، بس انا افضل منا السيتنج مالته كلش واضح زين. سيف ان انيبل يعني يقول لك سيف ايميل فروم اونر وين سبمشن ار كلوز، يعني يجي لك ايميل معلومات بيها انه انسد. اصبر سيف، ويجي تشوفه سيف صارت هذا خلاص، بعد ما عندك اوبشن هنا تشوفه، بس اذا تريد ديسيبل ما تسوي يعني يعني خلينا نقول تشيل هذا الليمت، سويناه كلوز زين. هسه تجي هنا دوس على اي شيء بس سوي لك سيف، حتى شنو الليمت مالته يدفع ويتفعل، بس للامانه احنا نسوي هسه نسوي له سيف زين. السيف عفوا سند، اسف راجع اقول لك هسه راح اسويها سند، اسويها دائما احنا قلنا على اللينك، واسوي له شورت حتى شنو، واسوي له كوبي منها تمام، كوبي تنا صارت راح اسدها زين، وراح اجي هنا الكلاس روم راح اسوي له اللينك تمام ولا التايتل، هم تريد تكتب بالعربي استمارة او تريد التايتل
مثلا الجامعة والكلية تسوي لي إياه استمارة حضور مادة أو امتحان المؤجلين لمادة الرياضيات تريد instruction الرجاء ملئ المعلومات في الرابط عندنا خلينا نقول لما نعرف بعدين نعرف شلون تجي انا على مهم هي هسه صارت شنو عندي ات ما هذا ادي اذا اريد طعم باوع مو قلنا انا عندك كم عندك مثلا اوبشن لاف تسوي او تسد هذا اللينك عندك هذا الاوبشن لاف تسوي له اياه ديو يعني شنو لحظه انتهاء هذا خلينا نقول هذا الاسايمنت يعني انت تسدها من الاسايمنت احنا سديناها الاستماره من الجوجل فورم بس انت تقدر تسدها من وين من الاسايمنت بس انا افضل من الفورم احسن لانه من الاسايمنت هذا اللينك اذا واحد حافظه وحاطه على صفحه ماكو حفظه وحافظه على انت حتى لو الاسايمنت مالتك انسد وراحت هو يقدر يطب على استمارة الحضور اذا عنده اللينك موجود طبعا هذا لانه مو امتحان فاحنا شو نقول له يا انمارك ويشي الديو ديت تريد تسويها ما عنده اشكال يعني انت عندك تسوي يعني هذا التاسع وقلنا ايش قلت التاريخ اوبشن احنا دائما نسويها خليها لليوم مفتوحه تمام لو لا public بعد ما عندنا شيء اي بشام listing تمام هذا ليش لانه احنا الشعبه اللي او المرحله اللي خدناها موجود هسه ايش راح تسوي تريد سكيدجول تسويها يعني هذا الامتحان يبدي بساعه 3 انها تسويها الامتحان يبدي او هذا الاستماره يبدي من هالتاريخ بالضبط هسه ساعه مثلا يوم العاشر بالضبط هناك قد ساعه 8 يبدي لا او تريد له تسويها انا هسه راح اسويها اساين مباشر انه انا اريد اطبقها هنا اجيت هذا صارت راح نجي على الكلاس روم موجود هنا انا ناس عندي صاروا على حساب الطالب ماتي واسوي له بس فد ريفريش يعني نسوي للصف ريفريش شوف بيقول لك شايف فقره دين بوست ان نيو اسام جيت هنا زين الاستماره طبعا هذا لانه اول مره دا اسويها فدي يطلع لي هذا شوف هذا رجاء من طبعا طلع صدفة انه انا رابط ادنا جيت هنا لاستمارة الحضور يجي استمارة لازم يقول لك يا انت طبعا انت داخل للجيميل مالك يعني انا هسه خلينا نقول هذا اذا ما داخل بالجيميل ما هسه راح اسويها هنا ساين اوت ويجي جيت ولو انت ما تقدر تطب بالجوجل كلاس روم باوعده يقول لك شنو لازم تسوي شنو عندك ساين ان هسه راح تطب يلا تقدر تجاوب هذا انا ليش دا اسوي لك اياه حتى تشوف الاحتمالات الموجوده اللي الطالب يعني سوي طبعا نفس الايميل مالك ماكو ايميل نفس الايميل اللي دخلته مو تطب نفس الايميل اللي داخله بالجيميل الايميل مالك تسجله مو تروح تسجل هسه تشوف يطلع لي غير ايميل انا ما اريد هذا الايميل اريد الايميل مالتي هسه اللي دخلت راح اجينا student عفوا شو اللي يسويها بالعربي اسف تمام هذا الايميل الاسم الرباعي مثلا بالعربي قلنا علي محمد مصطفى خلينا نقول هم احمد زين اجيت هنا القسم شوف ها باوع قلنا هسه القسم هو خلاص بعد هذا ثبت يمه ان اجيت المرحله هو الثاني هسه شو هو يختار هسه عرفت شلون خليه خلاص الانسر ما يعني ماكو حتى لي واحد يكتب لي اياه الثانية التاء المربوطة يعني المهم هي نفس الدراسة عندك اوبشن الصباحية او المسائية هسه صباحية هسه ايش راح تسوي لك اياه سبمت تشوفه خلاص تأكدت من المعلومات يعني ايش قد اخذ من عندك اخذ دقيقة
ما اخذ من الطالب دقيقه واحده، خلينا نقول سبمت، شوف انها تم استلام هنا. هنا ده يقول لك عندك مجال للريسبونس. احنا قلنا 5 و 3 و 5 هسه انا عندي مجال صار هيجي سويت غيرت هنا مثلا كان ما بي كوم سويت دوت كوم عفوا تمام ما اريد يوصل الخمس دقائق انا سويته صب تم السلام هسه راح اصبر لي دقيقه ماكو هسه تم السلام وراسدها راح اصبر لي هسه صارت ساعه 5 هسه الطب يتكلم في الطالب يجي الطب ورا يعني 3 طبعا نزلت اشوف 3 دقائق وواحد وهسه عندي 3 دقائق وخمس خمس دقائق يعني هنا ساعة 3 ودقيقة نزلتها هسه صارت 3 وخمس دقائق راح اجي هنا شوف شو يقول لك هي يو هاف اوريدي ريسبونس هنا صارت هسه راح اطلب له خلي اطلب لي غير الجيميل لازم لانه ريسبونس انت سويت زين تعرف ليش ما صارت هنا لانه انا ريسبونس مسوي باوع هسه طلع لي اذا اني هسه قال لي غير هالاوبشن مالك زين غير هالاوبشن مالك او تريد اغيرها خلينا نرجع عليه من جديد شوف استماره ليست يقول لك يا هذا الفورم بعد ما يقبل بعد ما يقبل لانه ليش لانه هناك سويته تايم ليميت فما يقبل بس انا قبلها كان طالع يقول لك يا تقدر تغير انت لانه مجاوب زين بس تقدر تغير او اديتنج سوي بس وراها نسيت خلص بعد ذا يقول لك يا نو لونجر اكسبتنج يعني بعد خلاص عندك ما تقبل الاستماره او ما تقبل استماره الحضور زين فانا ليش دا اقول لك يا انت 5 دقائق قبل الامتحان ورا اذا ماكو شرط عليك او ماكو تعليمات تيجي لك يا تسوي له 5 دقائق وما الطالب تغير يعني يتأخر نص ساعة صار له ظرف لا سمح الله ما تعرف ولا هي إلكترونيات يعني ما نقول إنه سيارات ما سيارات بس شنو انقطع له فد شيء مهم أنت تطيع على قدر المستطاع إن شاء الله زين هسه هذا عرفناه نرجع على خلينا نقول الصف هذا الطالب طبعا هذا الاستمارة أو هذا الصفحة هي مات الطالب نيجي هسه على الصفحة مات المدرس المال المدرس تطلب منه نفس شو اسمه الاستماره هسه ايش يقول لك يطلع لك اياه احنا طبينا هسه هذا مات المدرس او اللجنه الامتحانيه يقول لك هذا واحد وين هذا هذا الطالب وينه طبعا هنا لانه احنا طبيناه كاسايمنت فده يطلع لك هيك انت لا تدخل هيك طب له من اللينك يعني لا تطب له خلينا نرجع لا تطب له بالاسايمنت قبل شنو لانه من الدوسة قبل يطلع لك اياه student work شغل الطالب بينما لا قبل من الاستراكشن قبل يطلع لك شنو عندك اللينك هسه راح يفتح عندك زين يقول لك رسيوم من جديد تقدر تطب يعني بعد تريد الليمت مالته تغلقه هم خلاك منها اذا شنو راح تسويها تروح على وين على الجوجل فورم هذا راح اسده طبعا ما منطقك ليش طبعا هذا ليش ما ينطيك بالضبط ما تقدر تطلع الطبي لانه انت هذا التايم ليميت منطيه فسدها عليك راح اجي عليه شكوى مباشره من جوجل فورم عفوا جوجل جيت الجوجل فورم سوى الواحد جيت لانه يبين انت الاستمارات مالتك جو تو جوجل فورم اخر واحد اشتغلناه هنا طبعا هنا تقدر تسوي احنا قبل ما نسوي اللينك تقدر تغير الاسم لا ارجع تقدر من البدايه تسويها رينيم تسوي يعني رينيم تسوي مال شنو عندك حضور حتى ما تضيع لانه فارسه تصير حضور ماده الميكانيك والتاريخ مات العفو هم زينا ما اعرف ايش في هذا الميكانيك دي يجي بالي زين والتاريخ تريد تحطه يمه ما عندي اشكال زين اجيت طبيت ب زين ها
هذا يطلع لك الواجهة مالته موشي المرحلة انت بدايته response يعني الاستجابات اللي موجودة هنا يقول لك يا not accepting response لأنه انت مسوي لها time limit تقدر تلغي ما تلغي بس احنا عندنا response واحد انه عندك المعلومة طبعا كل شيء يقول لك يا بالضبط هنا النسبة كم واحد عندي طالب واحد 100% موجودين بالمرحلة يا مرحلة خلينا نقول هذا مرحلة القسم مال تبريد شوف المرحلة الأولى ريسبونس بس شنو عندك المرحلة الثانية الحمراء ما بي زرقاء لأنه ما بي مرحلة الأولى الدراسة خلينا نقول هسه دراسة صباحية 100% من عندهم بس دراسة صباحية بينما الحمراء هي المسائية يعني عندك خلينا نقول الإحصاء المعلومات الإحصائية احنا ما يهمنا لأنه أنت راح تطبع هذا أو تريد تخزنه كأكسل تجينا هذا create new spreadsheet يعني تسوي لك إياه زين دي يقول لك new حضور مادة طبعا new احنا دريد create تريد موجود كان عندك معلومة مسوي لا احنا نسويها create دائما كل امتحان نسوي لك create دي يقول لك الفايرفوكس يمنع نقول يعني allow pop up from document دائما allow سوي لك لجوجل فتح لي إياه حتى لو ما يسوي لك اياه يعني انا ساسدها من جديد لانه سويت اول مره allowing ده يطلع لي فد تاب جديد طلع لي هذا تريد هذا هي المعلومات اللي موجوده يجي لك اياه still loading يعني بعد ده يتحمل انت كلها شوف حتى التاريخ اللي سجلها حتى التاريخ يعني هسه شوف 15 يعني الساعه 3 عصر وهسه شقيت 4 يعني كان باقي لي 8 ثواني حتى يسد علي التايم مالت الليمت هسه بس شوي اكبره حتى شنو براحت لانه مرات الايميلات كبيره او شنو الايميلات طويله خلينا نقول والاسم كبير القسم المرحله موجوده يمك طبعا هذا ليش لانه جديد هذا سيفنج يمه اوتوماتيكيا نسوي له سيفنج زين وطبعا هنا فرضا انه المسائيه هنا راح اكتب هنا يعني انت كتبت انت تقدر تضيف بس احنا فرض انه اكو طالب هنا مسائيه فرضا المسائيه زين اجيت هنا فرضا انه طالب هنا يعني حتى تريد شلون تميز انه هذا صباحي او شنو عندك هذا مسائي الحضور مال مسائي على صفحه وبعدين الحضور مال يعني خطوات راح تصير حضور مال صباحي على صفحه هسه هم كتبت مسائي المسائيه بس هو طبعا هو دي ينطيك اياه يعني يقول لك تمام جيت هنا هم سويت صباحي لانه هو يعني دي باوع بالخانه شنو الكلمات الموجوده دي يساعدك اياه راح يكتب هنا راح يكتب الصباحيه وقبل انطاني اياه اذا صباحيه تمام جيت هنا صباحيه زين انا هسه اريد افرق بين الصباحي والمسائي هنا شوف هنا اكو ناس هم سويها شنو عندك الفابيتك شوف سوا صباحي اولا حتى لو بالعربي يعني هي صاد قبل الميم زين وسوى لك يا زين هسه تريد تقول لي يا لا اريد اعرف شنو الصباحي والمسائي افرقها تجينا كوبي يعني انت حددت خلينا نقول حددت يعني كانه اكسل دي تشتغل حددت الاجزاء اللي تريد تفصلها كوبي كات تسوي او تسوي لك جديد اجي هنا فايل نيو اسوي لي سبريت شيت جديد اصبر شويه بس يتفعل ستيل لودينج نصبر طبعا يعتمد على الخط مالك اجيت هنا اسوي لك كود او ارجع هنا تقدر هنا ترجع وين هنا اكو سام للرجوع هنا موجود عندك سام مال رجوع تريد تسوي كوبي العفو باست يقول لك تسوي انا سويته بالكنترول في بس يقول انت هم تقدر تسوي فدي يقول لك انا سويته كنترول في اجت هنا فانت هذا تريد تسويها سيف فايل سيف او امبورت يعني تصدير مالته زين طعنا الاسامي موجوده احنا بس احنا سوينا هذا الصباح والمسائي ها جيت خلي تكون هنا الاسم احنا سوينا لانه مثلا
هذا شوف هنا شلون دا يصير الاسم ما واضح يمي، بس جريت على صفحه حتى هذا القسم التبري التكييفين دا يتضارب. جيت هنا شويه بعد علي طلع، شوف هنا لانه شوف الاول واحد التاريخ، التاريخ يعني اللينك شويه ما واضح او شو اسمه المسافات مالته صغيره. تمام لولا هسه هذا علي، هسه راح اسجل على الثاني فرضا انه هي احمد، حتى اريد اسويها ابجديه مباشره، هو من عنده يسويها ابجديه احمد. زين اسم الرباعي طبعا مكملها ما عليه، يعني هسه موجود هنا. هسه اريد اسويها بالابجديه، شلون راح اسويها؟ يعني احنا هسه سوينا هذا الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى اللي فصلنا المسائي عن الصباح او الصباح من المسائي، جيت هنا هم اسوي الابجديه. احنا هسه حسب ما نشوف انه علي احمد، فاحمد لازم يكون الاول، جينا اسوي ابجديه سوالك يا شوف احمد، يعني انت سويته فصلته كصباحي وبعدين فصلت ك حروف ابجديه، بعدين تريد تطبع تريد تسوي سيف، يعني هسه تريد كديجيتال تسوي امبورت، شو يقول لك اياه؟ امبورت الى مال درايف، احنا ما نريد هذا اللي يخزن بالجوجل درايف مالني. راح نجي هنا السيف لازم بيها سيف، خلينا نشوف برنت اكو شير، خلينا نشوف شنو هم دا يقول لك اياه، شير سكيب هي لازم بيها سيف. قبل شوي سويت لا ما اريد هنا موجود السيف هنا، لانه انت تريد تسويها سيف كاكسل، تريد تسويها سيف. بس هذا خليك شوف، نجي على البرنت، شوف ارجع عليه كنسل، اذا تريد تطبع دوس على هذا الزر او حتى منا يجي لك برنت بالاخير، برنت هنا موجود. تمام شوف هذا الداونلود شنو هنا، شوف فات علي لانه دا طب انا اعرف، بس هنا سيف لانه هنا دا اشوف كلمه داونلود خربط علي. شو تسوي له؟ يعني داونلود هو تنزيل للسبريد شيت مالتك الموجود هنا، يعني مو داونلود من غير مكان دا تسوي فد ملف دا تسوي له، لا تحميل للمعلومات. شو تريده كمايكروسوفت اكسل كبي دي اف كويب بيج؟ زين احنا دائما علقها طبعا هذا الفورمات مالته اللي هي اوبن فورمات، اوبن دوكيمنت فورمات، فورمات احنا نعلق له بالاكسل تريد تسويها او تريد كبي دي اف، فراح اسويها بالاكسل وتريد اسويها بالبي دي اف. الاكسل طبعا عندك سيف سويه بعدين نفتح، انا هسه سيف سويت، وين اسويها؟ بالديسكتوب. زين تريد هنا تكتب استمارة حضور، تكتب حضور وين حضور الصباحي، اي اسم تريد، تاريخ الماده ما شو، ما سويت الحضور الصباحي، جيت هسه على الديسكتوب وهذا جينا على الديسكتوب وتلقى الملف موجود هناك، واذا تريد بعد تفتحها وتطبعها او تشيلها وتخزنها بغير مكان. هاي ان شاء الله احنا خلصنا كل الموضوع، وان شاء الله غطيت كل اجزاء خلينا نقول تسجيل وشلون نفتح مال اللجنه الامتحانيه. واذا عندك اي استفسار تقدر تخليه بالكومنت، وان شاء الله ما اقصر واشرحها لك. واشكركم على المشاهده، ونتشوف ان شاء الله بالفيديوهات الجايه.